الكلام لو مش في محله مش هيبقى في صالحنا ابدا. مش يمكن لو اتكلمتي تاكدوا ان انا عاقله؟ انا تاني احنا لو اوحنا وقلنا انك ما هددتيش بالانتحار الموضوع هيتحول لمحاكمه كامله، على الاقل هتاخد 3 شهور وممكن جدا السوشيال وركر يعند ويطلب تحليل الدي ان ايه. معلش اللي احنا بنعمله دوت رغم صعوبته ومشقته بس هو اسلم حل. مؤنس صح بلاش تتكلمي. Do you admit to having threatened to kill yourself? هل تعترفي بأنك هددت بالانتحار؟ Yes, Your Honor. Do you understand the settlement and the agreement to give Mr. Lathy temporary custody of Ibrahim for 6 months until this court can open and review your case again? مرة أخرى بعد 6 أشهر. Yes, Your Honor. Is there anything that you would like the court to know at this time? هل هناك أي شيء تودي أن تخبري به المحكمة أو تريدين أن تطلعين عليه؟ Ma'am. Yes, Your Honor. You may speak.